لو في يعني أخبار تداولتها وسائل الإعلام وبعضها تسبب يعني بعقوبات على مصارف لبنان عن ضبط شبكات غسيل أموال والتجار بالمخدرات تابعة للحزب في أكثر من دولة، أستراليا، أمريكا، بلجيكا، فرنسا إلى آخره. طبعا نعرف أن هناك إشكال جدل كبير حول حزب الله، شريعة واسعة تراه إرهابيا وشريحة تراه مقاومة. على فرض أنه مقاومة أو أنه كان مقاومة وأصبح إرهابا، على فرض أنه مقاومة إلى الآن، هل يجوز تمويل المقاومة من هذه الأنشطة من ناحية شرعية صرفة؟ لا شك بأنه يعني لا يمكن أن نعتمد القاعدة المكيافيلية التي تقول يعني الغاية تبرر الوسيلة. لنفترض أن هناك يعني عملا جهاديا ومقاوما، لكن لا بد وأن تكون الوسيلة التي تمويله وسيلة مشروعة، ما في شك، يعني ليس فيها مخالفات قانونية وليس فيها يعني إباحة للمحظورات وللممنوعات. طبعا هذا أمر مفروغ عنه، يعني أنه لا يمكن أن تكون الغاية النظيفة تبرر يعني حرمة الوسيلة التي تكون محرمة وغير مشروعة في حد نفسها. ومن هنا طبعا نحن يعني تعليقنا على هذه المسألة هو يعني أن يبت بهذه الأمور قضائيا على مستوى القضاء من أجل إثبات هذه الأمور.